ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ورجعنا على حاجة أنا بشوف إن تلات أرباع الستات والبنات بيحبوها، فكرة العباية سواء في البيت أو في الخروج. والعبايات مش زي ما أنتوا متخيلين زمان، لا 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 لا، العبايات تطورت، حتى اللي ما بيلبسهاش في العادي لازم بيلبسها في رمضان، حد بيتعزم عنده على سحور على فطار، هي بقت حاجة ترندي. النهاردة معايا ضيفتي هي صاحبة براند مصري مميز جداً، بتصمم عبايات، بتصمم لبس كاجوال. هنتكلم معاها عن رحلتها في هذا المجال وعن تصميماتها، ومعانا أوفرات حلوة كتير جدا، وهي السيدة هدى السيد صاحبة براند سكادا وغزل. أهلا وسهلا بك. أهلا يا فندم. أهلا بك يا حبيبتي. منوراني. مرسي بك يا حبيبتي. مرك. قولي لي بقى، يعني رحلتك في الموضوع ده وفي تصميم العبايات الحاجات دي ابتدت ازاي؟ هو انا من سنين، يعني انا بدأ الرحله من سنين فعلا. بدايتنا كانت سكادا والطرح ومكملات الحجاب. من فتره قليله بس، صح، سكادا طرح، انا عارفه سكادا طرح. وجينا بقى من فتره، من حوالي اكتر من سنه، حبيت ان انا ادخل في العبايات. بدأت كام تصميم، لقيت الحمد لله لقوا نجاح كويس جدا. وبدا الموضوع يتطور الحمد لله، لان احنا مميزين جدا جدا في الستايلات بتاعتنا. عناية طول الوقت على طول على الموديلات الجديده، على الحاجات المميزه. التلبيس نفسه بيفرق طبعا في القطعه، يعني ممكن يبقى الموديل حلو جدا بس لو لبستيه او وظفتيه بطريقه مش مناسبه ما بيظهرش. ازاي؟ يعني مثلا السايز نفسه، الموديل لازم يبقى مثلا ليه الكات نفسها، الكات كلها تبقى مظبوطه، كلها من اولها، من اول تصميم فيها. يعني علشان كده انا ساعات حتى ممكن اشوف فستان اقول واو اجي البسه الاقيه ما يبانش في اللبس. لو مش مظبوط او مثلا السايز بتاعه مش مظبوط، الموديل بتاعه ما بيبانش. فدي اهم حاجه، ان احنا نعمل تلبيس كويس جدا. يعني انتوا متميزين في الحته دي. الحمد لله الحمد لله. يعني اكتر حاجه بنقدر نعملها ان احنا نعمل كذا سايز لكذا الاجسام كلها، وفي نفس الوقت الموديل يناسب. برضو الموديل نفسه بيفرق. من يعني انا البس كل الاذواق، يعني مثلا من البنت لحد المدام. وتبقى حتى السنين الكبيره شويه برضو ممكن تبقى لابسه نفس الموديل ويبقى ماشي معاها وناسب ليها، ويبقى حابه انها تلبسه كمان، رغم ان هو يكون ليدي كده شويه بس يتلبس. بس حضرتك شايفه انه فعلا موضوع العبايات انا عن نفسي بحب، ما يعني بقيت احب اجيبها والبسها في رمضان، والله وغير رمضان. في دلوقتي عبايات شكل الفساتين على فكره، دي حقيقه، لانك لابسه دريس. دي حقيقه، لان كتير قوي خلاص احنا مهما نكون اذواقنا في اللبس كلنا في الاخر بنتجه للعبايه، حتى لو مره، يعني لو رمضان، صح، لو مناسبه، حلة، لو نازله بسرعه، فاهماني؟ بتحبي ان حاجه تبقى سهله، فبرضه بتلجئي ليها. او حاجه يعني عبايات برضه بقت جميله جدا، صح، انها تلفت نظرك ان انت ممكن ليه ما تلبسيهاش. فالفكره بتبقى مميزه في كده. لكن انت كمان بتعملي لبس كاجوال. انا والكاجوال دخلنا فيه برضو، احنا بدانا بالعبايات بصراحه، ولما لقينا فيها نجاح كويس دخلنا بقى، لقينا بقى برضو طلبات للكاجوال للدريس. يعني خدناها خطوه خطوه لحد ما دخلنا في كل حاجه الحمد لله. ممكن العبايه تحوليها لعبايه كاجوال تناسب بنات الجامعه، تناسب كده، اللي هي شكل الدريس، اللي شكل اللي الدرس. تاخد مثلا شكل الدرس. حاجه زي التونيك يبقى تحتيها بنطلون او في بقى اللي هي البشت والكاردن والحاجات دي المفتوحه دي، برضو عاملين حاجه زيها برضو هنعرضها دلوقتي. دي برضو جميله جدا. بتبقى مفتوحه، تقدري تلبسي تحتيها بنطلون، تقدري تلبسي تحتيها بيزك، فخلاص دي بتبقى متوفره. ان يعني تبقى حتى لو انت لابسه لبسك العادي وهتحطيها عليكي برضو بتدي شياكه حلوه قوي. احنا المفروض هنشوف حاجه دلوقتي. ده اول موديلز. ايوه، انا بحب اللون النبيسي ده جدا. النبيسي مميز طبعا. ده شغل ايه بقى؟ سيرما شغل ايه؟ ده دانتيل. دول دانتيل سيرما. بيبقى زي الاباليك. بيبقى جاهز بيتركب. الموديل نفسه مميز خالص، هو التلبيس غير ان احنا شايفينه خالص، يعني هو بيبقى ليه تلبيسه بس، هو بيتلبس من التلبيسه بس، وبيبقى مرمي على الكتف كله. وبياخد شكل الجسم ده كانه كاب، يعني هي معموله كان الولد ده يعتبر كاب. محجبة بقى يمشي معاها، مش محجبة برضو جميل. استقبال، استقبال عروسة يعني. هي طبعا دلوقتي دي بداية الشتوي. دي بداية الكوليكشن الشتوي السنه اللي احنا نازلين بيه السنه دي. لا، واللون ده طالع موضة جدا بقى السنه دي. اللون النبيتي وفي الذهبي جميل ما شاء الله. وهي الموديل زي القمر ما شاء الله برضو. منا ملهاش نسيب بصراحة.
لا جميل، والزيتي برضو يبقى جميل. انا عامله منه كذا لون، عامله الزيتي البترولي الزهري. نجيب لك البترولي اول حاجه، شكلها عجباكي. انا بحب القطيفه، والقطيفه الحقيقه بتجذب كل الستات والبنات. القطيفه الشتا اول ما بنقول يا شتا بنلاقي نازلين على القطيفه على طول. لا والماتيريال يا مدام هو ده شكلها كمان الحمد لله حلو. اصل القطيفه برضو تجهيزات كتير، فالحمد لله احنا بنجيب احسن تجهيز. يعني قصدي انواع كتير. بيبقى في انواع كتير بس احنا طبعا بنلاقي احسن تجهيز. دي بتتربط او حاجه من ورا ولا اي حاجه؟ ما بتتربطش بس هي بتاخد شكل يعني اي حد، يعني مثلا لو سايز اكبر منها تلبسها تيجي عليها نفس السايز ده. احنا عاملينها بتلبيسه من ورا، التلبيسه نفسها ممكن تضايقيها فبتاخد اي جسم يتلبس. طيب حضرتك احنا بنقول لك كل سنه وانت طيبه، عشان مدام هدى عيد ميلادها بكره وهي قالت لي قبل الحلقه على طول ان احنا يعني هنعمل اوفر حلو قوي، وده وعد بقى. طبعا وبدايته هتبتدي مع المذيعه، ده احلى اوفر طبعا دلوقتي. ايه بقى اتفضلي. وانت طيبه يا حبيبتي. بكره ان شاء الله، من بكره باذن الله هنعمل خصم على كل الاوردرات اللي هتنزل 10%. وعندنا الصيفي كله نازل على الصفحه، هنعمل فيه خصم برده، يعني يعتبر 50% منزلين خصم عليه. في برضو هنعرض دلوقتي الفيديوهات بتاعه السيزون الصيف. برضو الحمد لله الموديلات كانت برضو فوق الرائعه الحمد لله، وكان فيها اقبال حلو جدا. ودي عاملين عليها خصم خطير يعني 50%. منزلين عليها 50% دي على الموديلات الصيفي، على الموديلات الصيفي كلها 50%. والاوفر معمول على، والاوفر بقى بتاع عيد ميلادي بتاع بكره. هو ده بقى اللي انا ايه مركزه فيه. ده نزل على كل الاوردرات اللي هتنزل، هيبقى فيه 10% خصم على كل اوردر. 10% خصم على كمان على اللي احنا كمان، احنا حاليا مثلا الشتوي لسه اسعاره لسه ما نزلتش ولسه ما اتعرضش على الصفحه، احنا اولنا النهارده. المعروض دلوقتي او اللي عليه السبونسر بتاعنا على الصيفي. احنا فعليا عاملين عليه خصم، هينزل عليه خصم تاني وهينزل عليه 10% كمان بعد الفاتوره، كمان هتنزل 10%. خلاص احنا كلنا. طب احنا عايزين بقى، انتوا عندكم صفحه؟ طبعا عندنا الصفحه والانستا والويب سايت كله المفروض ينزل على احنا دلوقتي عايزين نشوف بقى الصفحه بتاعه غزل. ماشي. وسكادا غزل النهارده، احنا نازلين بغزل النهارده، ننزل بغزل بس برضو الايام اللي جايه هنزل بسكادا. مش هسيب مدام هدى انا بقى. ده اساسي. عايزين نشوف الصفحه وعايزين نشوف كمان الفيديوهات بتاعت الكوليكشن بتاع الصيفي برضو، ممكن نعرضه بسرعه. طب قولي لي بقى عقبال ما بنزل الفيديوهات والصفحه، عايزه اسال ايه اللي بيميز العبايه بتاعه غزل عن عبايه حد تاني؟ هو الحمد، عايزه اقول لك ان انا مثلا الحمد لله في فتره قليله في خلال سنه ان الحمد لله الاسم يبقى معروف ويبقى الدنيا الحمد لله يعني في نجاح او في تقدم. حته ان انا عامله موديلات يعني استحاله تبقى موجوده بره يعني خالص، لان احنا حضرتك اللي بتصمميها. بصي احنا اصلا تيم كبير بصراحه، يعني احنا تيم لان الحمد لله انا عندي المصنع متوفر فيه كل حاجه. عندي الطباعه، عندي الديزاين، عندي عندي كذا بصراحه، من اول يعني اولنا من اول الباترونست استاذ عادل واستاذ محمود المقص دور، بعد كده بتبقى قسم الخياطه طبعا مشرفه معايا مروه. دايما اسمع ان دايما بيبقى في مشاكل وصعوبه في حته المقص دور دي، بس الحمد لله والله بجد معايا اتنين استاذ عادل واستاذ محمود ما شاء الله عليهم بجد، وكان اساسهم برضو اخويا، كان هو اللي ماسك المصنع معانا فيديو اخويا عمرو، برضو ده الاساس بتاع المصنع وسبب نجاحنا يعني الحمد لله. الفيديو قدام حضرتك. ده كده بدايه الكوليكشن. ده دريسات، الدريسات دي يعني عايزه اقول لك في اللبس مميزه قوي 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 والله. في يعني اكيد برضو بتاخدي بالك من الدريسات، بتشوفي الديزاين بتاعها بيبقى اكترته مثلا حاجات اللي هي المشجره زي كده طبعا. لكن احنا في ده قسمنا، عملنا تقسيمات للموديل نفسه، يعني واخد الكم نفسه واخد موديل، الصدر واخد موديل، من تحت واخد موديل تاني. بتنسيق الالوان مع بعضها وديجرادي كمان معاها بيبقى حلو جدا. كل ده هننزل بيه اوفرز. عاملين 50% خصم وعاملين 10% تاني على الفواتير بعد ما نقفل الفاتوره، في 10% دي مناسبه بقى لعيد الميلاد. زي ما احنا شايفين موديلات في منتهى الجمال وتناسب تقريبا اعمار كتير. بتهيألي لما بتبقى يعني الست كبيره شويه في العمر بتبقى عايزه حاجه هاديه، بتبقى حاجه فعلا بتبقى هاديه. وفي نفس الوقت الالوان يعني برضو الالوان عليها عامل. يعني مثلا احنا ما بنكترش الوان كتير بحيث يبقى واخدين كل الاذواق.
يعني ما بنفصلش مثلا، مش هقدر ادخل مثلا اصفر احمر قوي يبقى فاقع، فاهماني؟ فبننسق احنا، لان تنسيق الالوان ده في ايدينا احنا في حته الطباعه. فبنهدي يعني بننسق الالوان، تدخل الالوان مع بعضها. ده قسم ديزاينر عندي برضو ما شاء الله، عندي اسلام صبري وبسنت عماد محمود وجمال، دول ما شاء الله عليهم برضو. تنسيق الالوان ده مش بالسهل يعني، انا بنقي الديزاين نفسه وهم بيكملوا بقى ورايا. عندي مطبعه برضو، الطباعه عندنا ياباني الحمد لله، مطبعه الكراسلي اسامه وعارف ما شاء الله عليهم برضو. الالوان عندنا مختلفه، غير يعني عايزه اقول لك ان لو يعني لو مثلا قارنتي بين قطعه وقطعه خارجيه، الطباع الياباني غير في الالوان وفي كل حاجه. الطباع الياباني، الياباني هي اغلبيه مثلا بنسبه 70% او 80% بيبقى الصيني، لانه بيبقى اسرع ارخص، بيبقى فيه انتاج اكتر. بس عشان الحمد لله احنا مختصين بيها للبراند بتاعنا، فجبنا اقوى طباعه الحمد لله، وحاولنا ان احنا نوظفها برضو بطريقه تبقى ظاهره، ودي برضو ممكن ميزه من الميزات اللي احنا فيها. ايوه احنا معانا دلوقتي الموديل هتطلع بلوك تاني بقى، ابهرينا بقى. عايزين نشوف بقى ده جو تاني برضو. ما شاء الله، ايه رايك؟ لا تحفه، راقيه قوي. دي عبايه بقى سودة، دي زي السعودي، الخامات السعودي. دي خامه روزالاين، بيبقى فيها الاستراس ده احنا بنعمله في الافلام مخصوصه برضو. على حسب الموديل ما بنحتاجه للموديل. تحسي انها زي الطباعه، الاستراس مش اللي هو التقريز. لا مش التقليدي. الفص نفسه اسمه مرهوج. هو اسمه ايه؟ مرهوج. مرهوج. هو غالي، هو غالي جدا والله. غير العادي يعني. يعني سعر العبايه دي ايه؟ متناول يعني؟ دي بصي الحمد لله برضو على قد ما بقدر بحاول اظبط التكلفه، لان انا الصفحه عندي كمان معروفه بكده، ان انا اسعاري الحمد لله مش عاليه، رغم ان انا قطع يعني الخامه غاليه، التطريز غالي. والحمد لله ممكن مثلا دي الخامه دي صيفي وشتوي؟ دي صيف، هي صيفي. يعني في الصيفي بيبقى بيقولوا عليها تقيله شويه، بس هي اساسها صيفي، اساسها في صيفي. في الشتاء بتنفع طبعا، لان بتبقى مفتوحه، فانت كده بتبقي لابسه تحتيها اوريدي. يعني هي خريفي برضه. وفي الشتاء ببقى لابسه تحتيها حاجه بتبقى شتاء. لابسه تحتيها فبرضه بتبقى جميله برضه. بتبقى مناسبه يعني. بس جميله. وبعد كده كمان شفتي لابسه على بنطلون جينز على حاجه كاجوال، بالرغم ان هي فيها لمعه بس مش عامله خالص تناقض، مفيش اوفر، مفيش حاجه فيها اوفر، يعني تتلبس كاجوال وتتلبس غير. وبيتلبس برضو يعني الاساسي برضو، كحد بقى بيلبس عبايات ممكن يلبس التلبيسه اللي هي الساده خالص البيزك. برضو بتدي شكل تاني، تبقى حلوه برضو، بتبقى يعني جميله، ممكن تنفع سواري برضو، وتنفع سواري. هي مميزه برضو، انت لو خدتي بالك مش هتكون مش متشافه كتير، تحسي انها عامله زي البلطو شويه. ايوه، او منتو او جاكيت طويل. او هي عشان مفتوحه فمدياكي احق لكذا حاجه. لا والشغل كمان اللي ورا ده لو ما تكون هي محجبه فبيبقى باين قوي وهادي، يعني برضو مش كتير، مش حاطين في القطع كلها، او صح مش بكتره اللي هو يتقال اوفر، لا ده لازم تتلبس سواري. لا مناسبه ان انت برضو في رقي في توزيع. الحمد لله الديزاين الحمد لله. احنا عايزين نشوف بقى الصفحه بتاعت حضرتك، اتفضل. يا ريت تنزلوا لنا الصفحه دي. صفحه ايه بقى؟ دي صفحه غزل. يعني دي فيسبوك ولا دي الفيسبوك؟ دي الفيسبوك. انا مديهم اللينكات كلها. ودي الانستغرام. دي صفحه الانستغرام. في قماشه شتويه السنه دي غير القطيفه؟ طبعا بيبقى في اول حاجه طبعا احنا الشتاء مراحل، يعني في الاول ممكن ننزل بخامه زي روزالاين، زي القطيفه بتبقى مكمله، لان القطيفه فيها تجهيز كتير، يعني ممكن ناخد منها تقيل بعد كده. في بقى تاني حاجه السويدي، السويدي السويدي بتبقى خامه شموخ، يعني لمسه الشموخ الوش بتاعها حاجه بسيطه قوي. مش القطيفه قوي، مش مش الشموخ قوي، ده السويدي، ده جاكيت، شميز، بلطو، تونيك، دريس. يعني انا مجهزه منه حاجات، بس طبعا ما قدرناش نعرض كل حاجه. مجهزه منه سوت، مجهزه منه دريس، ومجهزه منه زي بلطو اللي هو التلتين ده. يعني حاجات كاجوال. العبايات موجوده اساسي برضو، والكاجوال بقينا فيه يعني مثلا 50% عبايات وال 50% موديلات الكاجوال برضو. بقينا كلنا بنفضل الكاجوال ليه يا مدام هدى؟ الكاجوال الاذواق بقت جميله جدا. صح. يعني غير الاول خالص. صح. يعني الاول كان الاول محدود. الاول كان مثلا مش كل الناس النهارده الكبار والصغيرين بيلبسوا كاجوال. كاجوال مريح.
مميز، لابسه حاجه ترند برضو، حاجه مميزه. القصات اللي نازله مع الخامات الاحمر، يعني عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي بنسبه 80% احنا بقينا تصنيع مصري، خامات مصريه. انا فخوره دلوقتي طبعا، دي حاجه جميله جدا. في حركه كبيره، يعني في حركه كبيره للمصنعين. كنا فاكره زمان غير الاول واحنا اطفال كانت العبايات دي بنستنى حد يسافر عشان يجيبها لنا من بره، ايا كان العبايه شكلها ايه. نفسها كنا لازم نسافر نجيبها. انا عايزه اقول لك انا وانا في دبي لقيت العبايات بتاعه كرداسه بتاعتنا بتتباع في، مش عايزه اقول لك، في مول كبير جدا هناك في كمان. دبي. ايوه فاستغربت ايه ده يا جماعه، ده كرداسه برضو يعني. دي حقيقه، متخيله العكس، بقينا العكس الحمد لله ما شاء الله علينا بصراحه في الصناعه، لان بقى لينا في فرصه عندنا، يعني احنا بقى عندنا فرصه ان احنا في ماتيريال تحت ايدينا نشتغل بيها. يعني ربما ورب ذره نافعه، موضوع الدولار ده خلانا فعلا الصناعه بقينا قفلنا على نفسنا وقدرنا. ده اساسي عشان خاطر نقدر برضو، يعني الاول كانت التكلفه ممكن يعني كان لوقتها كانت اقل، بس ما كانش في ماتيريال، يعني ما عندكيش حاجه اشتغل عليها، ما عنديش خامات اشتغل عليها كاستيراد، لان احنا كنا اغلبيه الشغل كله كان باذن الله استيراد، الملابس والعبايات والترنجات التركي وكل حاجه، فاهماني؟ فدلوقتي لا خلاص وفرنا بقوا في سهوله. بنعمل بيجامات على اعلى مستوى دلوقتي، الخامات برضو انا داخله برضو في الترنجات برضو جايبه خامه برضو سمر ميلتون قطن هنزلها على الصفحه برضو ما شاء الله، يعني خامتها روعه جدا. وموديلاتها برضو بنلعب في الموديلات زي ما احنا عايزين، والذوق كمان اختلف خالص. يعني كان زمان بصراحه كنت اجي البس الجاكيت المصري لازم يبقى في حته كده التاتش الزرار مش حلو، النهارده احلى من اللي بتجيبيه من بره. انا ولادي يقولوا لي عايزين اللوكال براند وسايبين كل الماركات العالميه وينزلوا يشتروا، ما بقاش فيها ذوق زي الاول برضه اللوكال براند. دي حقيقه. ورحت معاهم كذا مره لقيت شباب وبنات كتير واقفين طوابير بيشتروا. وشباب هم اللي مصممين الحاجات دي الحقيقه، هم منهم فيهم، يعني عارفه لما شاب يصمم او حد احنا نصمم لنفسنا فاحنا عارفين اجواءنا وعارفين الحاجات اللي تناسبك وتناسبني والحاجات اللي انت حباها، لان الترند بتيجي من انت عارفه ذوق بلدك ذوق مجتمعك. دي بتشوفي بعينيكي بقى خلاص، انت لامسه كل حاجه حواليكي. صح، انت عارفه الاجسام اكتريتنا تخان منين رفيعين منين، فانت انسب واحده من البلد اللي هتصممي لاهل البلد. صح ولا لا؟ ايوه دي حقيقه. لا وذوقك جميل حبيبتي. والحقيقه انا فخوره بيكي وكل اللي اتجه ناحيه الصناعه طبعا. هي بتبقى فرصه يعني الاساس ليها ان احنا موفرين فرص لينا كلنا، يعني احنا مش حد واحد، يعني الحمد لله زي ما قلت لك احنا تيم كبير قوي. كلنا مكملين بعض. والفكره ان احنا انا بخلق لده فرصه عمل، وده بفتح كذا باب، ودي اهم حاجه لينا احنا هنا. تفتحي بيوت طبعا طبعا. يعني دي حقيقه. يا ريت والله الكل يبقى زي حضرتك كده وحتى يبتدي. اكيد انت لما ابتديتي ما ابتديتيش يعني انا كنت لسه بحكي مع حبيبتي الموديلز بتاعتي، قلت لها انا اول ما بدات كنت بادئه ب 50 جنيه. اتفضل اسمعوا بقى شوفوا بقى عشان شبابنا وبناتنا هنجيب منين ونبتدي ازاي. كانت من كام سنه فاهماني، فال 50 برضو كانت رقم يعني. احنا نتفرج. الله ما شاء الله جميل. ده سوت حلو قوي. والله الواحد بيشوف زي الحاجات دي بقى مستورد وعايزين فيها ارقام. هم بصي اهم حاجه ماتيريال، نلاقي ماتيريال اول حاجه لازم تبقى اساسي معاكي تحت ايديكي، ماتيريال محترمه كما كويسه تساعدك ان الحته يعني ما تكلفيها تظهر. لا والرقي كمان في بصي يعني قربنا الماتيريال، ماتيريال تحفه اصلا. ده شتوي ولا صيفي؟ دي برضو خريفي وهنشغلها شتوي برضو. هنشغلها على تعملي حاجة الموديل ده بس تكون شكلي؟ هيبقى نفس الموديل، يعني انا يعني لسه عشان لسه عاملاه، فانا يعني الخامة اللي كانت تحت ايدي عملتها على الخامة دي. والخامة دي تقيلة مش خفيفة برضه، اللي هو ممكن لحد كمان شهر ولا شهرين. والشتا ما بقاش زي زمان. بالظبط، احنا ما بنحبش نلبس شكلي برضه في اخر لحظة. ما بقاش زي زمان يعني. لا ما شاء الله جميل. في الوان تانية؟ نازل منها الكافي، البيتي، الكحلي، والشغل برضه بالجولد. انا حاساكي بتميلي للجولد، والجولد بيحلي اي حاجه. هي اكتر حاجه بتظهر يعني حتى كل حتى الذهب الاصفر موضه. ايوه صح. دي حقيقه.
هي فري سايز برضو. في ناس طبعا لحد انه يلبس المحجبين بقى الحاجات دي بيعشقوها. بتديهم فرصه طبعا ان يبقوا لابسين موديل حلو. والسعر برضو والسعر مناسب خالص. الحمد لله. يعني دي ب 600 جنيه فعلا. وهتعملي معانا عرض بقى على دي ولا مش هتعملي؟ طب احنا قلنا دي. طب واللي فاتت بقى اشمعنى دي اللي قلناها؟ عيد ميلادي هيخسرني كتير. عيد ميلادك هيخسرك كتير. 6 اكتوبر بقى. ما هو بصي احنا ممكن ناخد 1000 حد ياخد ب 600. ايوه. وممكن واحد ياخد ب 6000. لكن لما ناخد ال 10000 ياخد ب 600 يبقى احنا كده كسبنا اكتر. صح ولا لا؟ بصراحه والله انا على قد ما بقدر انا بمشي الدنيا خالص وبحاول ان انا ارضي الناس كلها بجد. دي حقيقه يعني. يعني معايا الادمن بيردوا بيمشوا الدنيا والحمد لله. الحمد لله يعني الناس مبسوطه قوي وبيجي لنا. لا بس انا شايفه ان 600 سعرها حلو قوي جنب بصراحه الحاجات اللي بشوفها في السوق بارقام خياليه. هي ارقام بس هقول لك حاجه برضو. طب والقطيفه بكام؟ شفتي كده القطيفه؟ عشان هتقول لك شتوي بقى، احنا داخلين على الشتاء بقى والسيزون. يلا هي بقى القطيفه مكلفه شويه بس عشان السرمه اللي فيها. أيوة فهتبقى. أيوة. هنخليها 900 والله. يكون يعني المفروض كنت هنزلها والله بقلب. حلو يعني والله العظيم. فهنزلها النهارده ب 900. هنزلها برضو في عروسه عايزه مثلا تجهز في بتاع. طيب والعبايه السوداء؟ العبايه السوداء اللي هي دي هنزلها 800. طيب يعني بيضح. اسعارك تعتبر خالص. في متناول. وهقول لك برضو انا شوتي غصب عني بيبقى اغلى. يعني في الصيفي العبايه كانت ب 600 جنيه عبايات اللي هي الساتان. احنا في الصيفي ما عرضناش الشغل الصيفي برضو الحمد لله. عملنا كوليكشن كان مميز قوي وفي نفس الوقت الاسعار الحمد لله. يعني انا في صفحات تانية كتير قريب من الشغل يعني هما بيبقوا عارفين الاسعار وبيدخلوا يقولنا الحمد لله الحمد لله الاسعار بتاعتنا غير. في والماتيريال نفسها كمان احلى. أيوة فدي أيوة. اكتر حاجه يعني انا محافظه عليها لحد في الاول كده. بعد كده هنعمل اللي احنا عايزين. ماشي خلاص. احنا معانا تقريبا اخر بقى عبايه. اخر عبايه. يا رب بقى ختامها مسك ان شاء الله باذن الله. هنشوف بقى اخر عبايه. مبهجة. حلوة ومريحة. خالص. وتلبس بقى أي حد. وقطيفة. قطيفة. والقطيفة خفيفة وتنفع صيفي وتنفع شتوي. مدام هدى أنا بشكرك. حبيبتي ميرسي. وبحييكي على مشروعك مرسي. الجميل وعلى مرسي. نجاحك المبهر. حبيبتي ربنا يبارك. ومزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. دايماً واحنا مع بعض بإذن الله. إن شاء الله. مرسي. مشاهدينا وبكده تبقى فقرتنا خلصت وكمان حلقتنا خلصت. لكن صبرنا ونوليا ما بيخلص واستنونا الحلقة الجاية. سلام عليكم.